إذن أعزائي المشاهدين، نذهب بكم إلى الحديث عن التغريدة التي اليوم كتبها الملك على تويتر وقرأناها عليكم في البدايات. اغتيال الشخصية ونشر المعلومات المغلوطة هما تعد صارخ على الحياة الشخصية وعلى الأعراف والقوانين، وهذا الأمر دخيل على مجتمعنا وقيمنا. أما تسريب المعلومات والوثائق الرسمية فهو أمر مرفوض ومنافي للأخلاق، ولن نسمح به والقانون سيأخذ مجراه. وكما أشرت، تعليقات وعاصفة من التعليقات لتعقب على هذه التغريدة. ثم عاد الملك وغرد تغريدة أخرى قال فيها: لا بد من أن يرتكز التوظيف على أسس العدالة والنزاهة، وفي الوقت ذاته يجب أن لا يتعرض شبابنا مثل زيد أو لانا أو فيصل، الأسماء الثلاثة هذه اللي يعني تم الحديث عنها عينت في وزارة العدل، أو غيرهم للإساءة والتجريح. فرص العمل يجب أن تكون متاحة لجميع الشباب بشفافية ومساواة ضمن معيارين أساسيين هما الكفاءة والجدارة. للحديث عن هذه التغريدات وردود الفعل عليها معنا على الهاتف الأستاذ سلطان الحطاب، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ سلطان، مساء الخير. مساء الخير. يعني قطعا أنك تابعت وقرأت التغريدتين. نعم. هل كيف تعقب عليهما، يعني على كلا التغريدتين؟ يعني التغريدات جيدة وفيها توجيه كما هو عهد جلالة الملك، لكن المشكلة هي الواقع، المشكلة هي السياق، ليس المشكلة في الأسماء للشبابنا المحترمين ذوي الكفاءة الذين جرى تعيينهم من حقهم أن يعينوا هنا أو في دول الخليج أو في أي مكان، ربما لكفاءتهم لو ذهبوا في الخارج لعينوا بأضعاف مرتباتهم، ليس هذه هي المشكلة. المشكلة هي السياق، ما إذا كان هذا التعيين يأتي فيه عدالة مقارنة بآخرين ربما تقدموا، ربما كانوا من سويتهم لكن لم يأخذوا نفس الفرصة. جلالة الملك الآن يمارس شكل من أشكال الملكية الدستورية، هو انسحب ليراقب دون أن تكتمل المؤسسات في بنائها. الأصل أن تبنى المؤسسات وأن تكون قادرة على أن تقيم العدالة وأن تكون شفافة وأن تكون قوية وقادرة، قبل أن يصبح جلالة الملك مراقبا، مجرد مراقب يصلح الخطأ وأن يكون حارس للبوابة فقط. أولا هذه البوابة يجب أن تكون جدرانها عالية وسياجها متين حتى ينصرف الحارس عنها ويذهب إلى مسائل فيها مثل هذا الشكل من الرقابة. أما ما دامت مؤسساتنا تقبل الواسطة والمحسوبية والاختراق وغير شفافة وتبرر وتعتم المساحات، المواطن من حقه أن يضج، ليس من حقه أن يسرق الوثيقة أو أن ينشرها، لكن سرقة الوثيقة مثل السرقة في زمن الجوع، يتوقف حد السارق عن الجائع. عندما كان الإنسان يجوع وكان هناك قطع اليد توقف هذا الحد لأنه جاع. هذا المواطن الذي لجأ إلى هذه الطريقة ربما أحست القوى التي تستفيد من سرقته للوثائق وكأنها حكومة ظل، أو كأنها تريد أن توازي الحكومة في فضح عدم شفافية المؤسسات أو الحكومات المتعاقبة. ما نطالب به هو أن تكون المسائل شفافة وأن يكون لدى المسؤول الجرأة في أن يخرج سلف ويقول أريد أن أعين أمام البرلمان أو أمام أي جهة، أريد أن أعين أو أن يعين التالي أسماءهم في لجنة لا علاقة لرئيس الوزراء بها، وأن لا يتدخل الرئيس عندما يقع الخطأ، لأن الرئيس أحيانا يتدخل ليعدل، ليس مهمته هذه، مهمته أن يضع اللجنة المناسبة التي لا تخطئ، وإن أخطأت هي التي تتحمل المسؤولية. أستاذ سلطان، قد يكون في تغريدتي الملك بعد عام وتوجيهات عامة، لكن أيضا دخول بالتفصيلات يعني وذكر بعض الأسماء، بجوز بعرفش إذا تابعت تعليقات ردود فعل يعني كبيرة وربما يعني سقف مرتفع في الرد على هذه التغريدات حتى على موقع الملك نفسه. هل تعتقد أن الذهاب إلى البعد التفصيلي، الانخراط أحيانا في الدفاع عن بعض السياسات الحكومية، يعني ربما يثير بعض الغضب عند الجمهور؟ يا سيدي، البعد التفصيلي فيه شيء من الحميمية، ويريد جلالة الملك أن يطلق رسالة يقول أنه يعرف بالتفاصيل وأنه يذكر هذه الأسماء ويستطيع أن يذكرها وأنه راغب في الدفاع عنها كأشخاص كمواطنين أردنيين ذوي كفاءة وجدارة.
لكنه لم يدافع عن المؤسسة التي عينت. لكن الردود لم تكن فيها، لم تلتقط الإشارة الحميمية بقدر أنه لا لازم الوثائق تنتشر، هذه بعض الردود لازم تنتشر ولازم نكشف الفساد ولازم يعني نعم أفهمك. ردود الفعل الشعبية لا يخذ بها كلها، لأنها لها دوافع مختلفة. هناك أشخاص يردون وفي ذهنهم ليس هذا السياق على وجه التحديد، وإنما غضب متراكم له مواقف مسبقة من غياب الشفافية ووقوع الظلم ووجود بطالة في المنازل والبيوت التي ترد، وشباب بذل من أجلهم الغالي والنفيس وكلفوا أهلهم الكثير ولكنهم يجلسون لا يستطيعون أن ينالوا الوظيفة. العرض قليل والطلب كثير، وبالتالي هناك تزاحم شديد على طلب الوظيفة. في غياب المعايير تحدث الفوضى. في غياب المعايير لو كانت البوابات التي يمر منها طالبو الوظيفة بوابات بمقاسات عملية وعلمية تسمح للجميع أن يمر، ولكن ليس بالضرورة أن يوظف، بمعنى أن يأخذ كل واحد حقه في المعاينة وفي الاختبار وفي المقابلة. أنا ذاك لا يحدث مثل ذلك. نحن لا نريد أن نخترع العجلة. هناك دول عديدة في العالم، لا نريد أن نقارن أنفسنا بالدول المتخلفة ودول العالم الثالث والدول التي عصف بها الربيع العربي أو تشظت نتاج لثنائيات ونتاج لمذهبيات. نريد أن نقارن أنفسنا بدول متقدمة، بدول حلت هذه المشكلة. عندك ديوان موظفين يجب أن يتعامل مع الأرقام وليس مع الأسماء والعائلات وليس مع الرصاصات. ما دخل رئيس الوزراء في تعيين الموظفين؟ هناك مكتب لديوان الموظفين والجهات التي تريد خبرات تتقدم، وزارة العدل يتولى قضاة التعيين، يتولى قضاة وكأنهم يريدوا أن يحاكموا الأشياء بالصح والخطأ. طيب ضايل عندي سؤالين. السؤال الأول يتعلق بردود الفعل على التغريدات، هل يمكن أن تقرأها الدولة ومرجعيات الدولة وحتى الملك كعينة ممثلة عن حجم الاحتقان، حجم الغضب، حجم الرفض للفساد والطريقة والآلية اللي أنت نقدتها الآن؟ يعني هل يمكن فعلا مخ الدولة يذهب باتجاه قراءة ردود الفعل؟ اليوم يتحدثون عن تغريدة للملك وكأن هناك احتقانا. نعم، أنا قبل سنتين كان على وجه التحديد جاء رئيس الدول الملكي حاضر في جمعية شؤون الدولية، وكانت آنذاك الرسائل تتدفق على الديوان من مختلف أنحاء المملكة، وسألنا عن آلية، أنا شخصيا سألت عن آلية التعامل مع هذه النصوص والرسائل والبرقيات والتغريدات وكل الأشكال والإيماءات والكاريكاتور وغيرها التي تتدفق، كيف يمكن التعامل معها؟ في حينه لم أجد إجابة. يجب أن تكون هناك مصافي، يجب أن يكون هناك ورشة، يجب أن يكون هناك مختبرات إما في الديوان الملكي أو في جهاز المخابرات أو لدى الأمن تذهب إليها كل هذه الشكاوي، ثم هذه الشكاوي تصنف حسب المناطقية وتصنف حسب المضمون وتصنف حسب ما إذا كان الطلب فردي أو طلب عام، ما كان قضية عامة أو قضية خاصة، ما كان يمس الأمن الوطني أو لا يمس الأمن الوطني، ما كان منه هجوم شخصي أو ما كان منه تعدي على القانون. وآنذاك يكون لدى متخذ القرار مسطرة، لدى متخذ القرار عناوين أساسية، لدى متخذ القرار مجسات يجس بها مواقع الألم. الملك الراحل كان يقول عندما وقعت أحداث معان عام 89 كان يقول الجرح الحي يؤلم. هناك جراح حية في الجسم الأردني تؤلم، هذه الجراح إن لم تضمد فإنها ستصنع الصديد. وبالتالي أنا لا ألوم المطر، ألوم أولئك الذين لا يصونون سطوح منازلهم. المطر موجود صحيح. هنا وهناك وفي كل مكان، لكن الذي لا يصون سطح بيته ويدلب هذا هو مقصر. وبالتالي لا يجوز دائما تعليق المسائل إما على القدر أو تعليقها على الآخرين، ولا يجوز ردع الناس الذين يخطئون طالما أن السياق العام يسمح بالخطأ. يجب أن نحصن السياق العام. جميل. سؤال الأخير، يبدو الملك يعني في تغريدته واضح جدا أنه يعني رافض لقصة تسريب الوثائق، هل تعتقد أنه كأنه يعني يقول أو يؤشر إلى صراع الأجنحة؟ يعني هل التسريب فردي أم صراع أجنحة، خاصة أنها جت بنفس التوقيت وبكثافة ومؤسسات مختلفة؟ نعم،
في صراع في مراكز القوى، في طحن وفي خصومة، لأنه ما عندنا أعزاب، ما عندنا مؤسسات. أي واحد طامح في السلطة يستطيع بسلة محددة أو بمال أو بنفوذ أو بمركز قوى أن يصل. وبالتالي أنا بعتقد المصدات يجب أن تبنى، ومثل سباق المصدات أو سباق الحواجز، من يستطيع أن يخترق بكفاءة يستطيع. وبالتالي أنا بعتقد أنه أن جلالة الملك يشعر بمرارة من الذي يجري، لكن هذه المؤسسات ترشح، هذه المؤسسات تدلك بالعامية، هذه المؤسسات تقوب في اختراقات لأنها بنيت ليس بشكل علمي، ولأن بعض الموظفين جاءوا بالواسطة وبدون كفاءة، وجاءوا بكرتات محددة، وجاءوا بطريقة معينة. وبالتالي لا تلوم المؤسسة التي يكون فيها أشخاص إما لا يستجيبوا للقانون ولا يخضعوا له ولا يخافوه ويقفزون فوقه، أو أنه ليس لديهم كفاءة أو لديهم أحقاد، وبالتالي يسربون أسرار الدولة. هذه أسرار عادية، فما بالك بأسرار قد لا نعلمها، لا علاقة بالأمن الوطني. ما دامت الأسرار تضرب المؤسستين، ما دام تدفق الأسرار يخرج من المؤسسة المدنية والعسكرية. صحيح. بدي أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. شكرا لك الأستاذ سلطان الحطاب، الكاتب والمحلل السياسي الأردني المعروف. يعني حبينا نروح لما جرى من تداعيات على تغريدتي الملك على تويتر وردود الفعل حولها، وباعتقادي أنها تفيد كثيرا في قراءة ما الذي يجري وكيف يجري وطبيعة الردود والاحتقان الموجود عند الجمهور. نكتفي، نذهب إلى وقفة ثم نعود.